وده معادنا مع فقرة السوشيال لاب، واللي حالياً بيحتفل بنجاح مسلسله الجديد عمر أفندي، واللي متصدر الترند على السوشيال ميديا من وقت عرضه، وكل ما حلقة تنزل الجمهور بيتفاعل معاها بشكل كبير جداً. والفترة دي منتشر جداً على السوشيال ميديا جملة اتقالت ضمن حلقات عمر أفندي، دي حاجة 13 خالص، واللي استعانت بيها صفحة ليفربول وكتبتها على صورة لفوز محمد صلاح في مباراته الأخيرة. مسلسل عمر أفندي بطولة رانيا يوسف، آية سماحة، مصطفى أبو سريع وغيرهم من النجوم، وتأليف مصطفى حمدي وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة. أحمد حاتم دايماً مميز في اختيار أدوار، متنوع في أعماله بين رومانسي وأكشن وكوميدي، وعشان كده بيتابعه 4,300,000 متابع، وهو عامل فولو ل 1468، ونشر لحد دلوقتي أكتر من 600 صورة وفيديو. أكاونت أحمد حاتم زي أي فنان بيهتم إنه ينشر كل أعماله الفنية وكواليس من تصويرها، وحنلاقي إنه نشر أكتر من 200 صورة لأعماله وبوسترز لأفلامه. ومن أهم البوستس على أكاونت الإنستجرام نشرها صورته على غلاف مجلة إنجما، ولقينا إنه بيحب ينشر من فترة لتانية فوتو سيشن، ونشر أكتر من 100 صورة ليه. من الانستجرام نروح للتيك توك، بيتابع احمد حاتم 1,900,000 متابع، وحقق اكتر من 3,000,000 لايك على التيك توك. وبكده نكون وصلنا لنهايه السوشيال لاب.